حضرة الضابط، قلت لي بمكتبي إنك أنت جدي بقصتك مع نارين. بتمنى تنسى هالموضوع، أنت ما حكيت وأنا ما سمعت بنوب. بس بدي أعرف كيف تصرفتوا مثل الأولاد الصغار وجنيتوا؟ صار لازم تحطوا حد لهالقصة، مفهوم؟ مانك عم تبالغ بحكيك يا عدنان بي؟ وهي هدية من أقرب رفيق للأب الروحي لجواد. أقرب رفيق؟ إيه، وأنا حكيت له الموضوع وهو عنده ولد قده لجواد، وصار له زمان ما شافه، ووقت اللي خبرته عن جواد ما رضي إلا يبعت له هدية. وشوفي يا افتح لنشوف. الحمد لله، بحمدك يا ربي إنك ورجيتني هذا اليوم وخليتني أشوف وجوه أولادي عم تضحك، وأنا ما بدي أكتر من هيك بالدنيا كلها. مرادي يا ريتك هون بيناتنا اليوم وتشوف ابنك كبر وصار رجال، ريحته مثلك ونظراته مثلك ووقفته مثلك. انت تركت لأولادك شغلات كتيرة منك مشان قلبي التعبان يقدر يصبر ويتحمل وجعه وعفرقك يا غالي. كل ولد من أولادك أخذ شي منك يا ابني، عايدة وبلال أخذوا عصبيتك كلها ومايا أخذت هدوءك، وجواد تركت معه ريحتك الطيبة الغالية. عدنان تفاجأت والله، لو شفت بمنامي هالشي ما بصدق انك عملته. ايه خلصينا. عدنان فتون قصدك تشكرك على اللي عملته. وانا ما حكيت شي، بشو عم ضايقها؟ عايدة يلا.
أنا ما بعرف أدبك. هي بتقول هيك بس بعدين ما بتقصر. وإنت ليش ما بتحل عني يا؟ يلا يا بنات. لا يلا عايدة. أخي رقص معاً أنت الثاني. جواد عاوز شي روحي؟ رح يوجعني المطهر. يا عيني بدك تصير رجال اليوم؟ ايه؟ شو اهديك بقى؟ ارنب كان عندي واحد بس توفى. والله بزعل موته. وينك؟ انا بهديك ارنب. عن جد عم تحكي؟ ايه طبعا عن جد، بس هون مو زابطة لانه زحمة كتير والارنب خويف. انا هلأ رح روح اجيب لك يا، بعدين بأشر لك. عم تفهم؟ بس ما تخلي حدا يعرف شو عم تعمل يا حلو. مفهوم. اذا هيك اتفقنا، بس اسمع ما تخبر حدا. فهمت؟ فهمت. معناتها اتفقنا لك. هلا رايح جيبه، انا لعبت بعقله. انتبه ما تعمل شي مصيبه. يا الله مصيبه شو هاي رشوان؟ بلا هالحكي الفاضي هلا. لوين؟ عتواليت. اجي معك يا روحي. بروح لحالي على الحمام، رح صير رجال اليوم. طيب تكرم ما تعصب. بالقارب قاعد بصندوقه. أنا اتصلت بشريكي وجابه فورا. تعا يلا منشوفه سوا. ماشي؟ ماشي. يلا تعا يا بطل. سيك. وين الأرنب؟ هلأ بورشيك يا تعا. ايه تمام خلاص أنا بخبرك. يلا خير احكي شو في؟ شو راح يكون يعني غير الشغل؟ هاي الحفلة عملتها، كل شي طلبتي مني صار، بس الشغل ما بيستنى، لازم ضل ملاحقه على طول. يعني قليلة البضاعة اللي راحت لنا وقت صار الحريق، كله من وش النحس. عدنان بدك تضل عم تشتغل وتصرعنا. Thank you.
مرحبا. أهلين. وينه البطل هلأ؟ رح روح شوفه. ماشي. عاصم وين جواد؟ بالتواليت. عاصم وينه جواد؟ قال بالحمام. هي رح شوفه. طيب. جواد؟ 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 جواد مانو هون. كيف يعني؟ مو هون. نبال، قلتي جواد بتواليت؟ هو اللي قال لي فرات. طيب ما تخافي، بيكون متخبي بشي محل هلأ بنلاقيه. شو صار؟ جواد ما عم نشوفه، بيكون تخبى لأنه خايف من الطهور. ايه لا تخافي، هلأ أنا بشوف وينه. ماشي. لك اتركوني. سكوت يا ولد، سكوت خلاص. لوين امشي وحاشة تصريخ. تركوني. لا تخلي الشغلات البشعة تخطر على بالك، هاد ولد بيكون خاف من طهور وركض، كل الولاد بخافوا عادي. هلأ بتشوفي شوي كمان وبتلاقي رجع. أصلاً هلأ رح نلاقي عدنان. وين رايح؟ في عندي شغل. شغل شو يا عدنان؟ الولد ضايع عود. بيكون هرب من الطهور مثل ما قلتي. بعدين اتركوا عدنان بحاله شوي، والله مو ناقصوا مصايبكن. شو عليه؟ روح وساوي اللي بدك يا. جواد؟ جواد؟ لوين رايح؟ دورنا هونيك. بدي روح شوف مرة تانية يا جدبة، انتي ما بتفهمي؟ جواد؟ 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 هي مصيبة بسببي كل هالشي، أنا اللي ما قدرت انتبه على طفل صغير. طولي بالك شوي نبال. جواد؟ كل هالشي بسببي أنا، يا ريتني ما تركته بالمرة. جواد؟ يا جواد؟ جواد؟ جواد! اخ يا رضا اخ، لما بتخوف ولد صغير هيك بده يصير. الله يقطعه لسانك ان شاء الله. رضا سكوت، سكوت شوي. يا جواد، يا جواد، وين رايح؟ رح اخذ الموتور ولف لهداك الطرف. طيب ماشي. وانت؟ ما بيكون بعد كتير من هون، لهيك ما رح بعيد. إذا دورنا مع البنات لازم نشوفه. مثل ما بدك. يلا. طولي بالك فتون خانم، هاي مسحة ولد صغير، منشوفه. وين بده يكون يعني؟ لك حاش حكي، ما حدا يقول لي إنه ابني هرب أو متخبي لأنه خايف من شي. أنا ابني ضايع مخطوف. ماشي نزار، إذا صار أي شيء اتصل فيني فورا. جواد! جواد! جواد!
جواد 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 انت وينك جواد 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 مسكة أمك رح توقع جواد. ألو نارين احكي شو صار عرفتوا وينه؟ نارين شو عم يصير فراس؟ شو في فهمني؟ اتصل لي بعدنا عن الكلب. الكل هون إلا هو، أكيد له إيد بهالشغلة. مين انت؟ طلع لشوف يا ندل، طلع. عدنان ما قدرت تطالع مراجلك غير على ولد؟ اللي مين انت وليش هيك عم تعمل؟ ليكون بدك تاخد بيتارو لمراد مع انه ما بيحق لك هالشي ابدا. تعرف اني ما رح اتركك. شوف اذا كان بدك الولد لازم تظهر قدامي مثل الزلم. عدنان وينك انت؟ كيف تتركنا بهالحاله؟ فهمني. شبك امي، ولد وهرب من الطهور، شو هي اول مره؟ يا عدنان جواد
جواد غرقان وهلا الشرطه عم تدور بالنهر. تعب بسرعه ما عاد فيني. نحن لهلا ما لقينا شيء، بس اطمني المي ما فيها تيارات. الله لا يقدر لو في شيء منيح كنا لقيناه على الضفه. فتون خان، طالما مو بالنهر معناتها اكيد بشي قرنه، ورح نستمر بالبحث للصبح، وبدي لاقيه بنفسي وجيبه معي. شو عامل؟ جواد، جواد، يا جواد، جواد. شو عم بيصير معك؟ تمام. شلون رح تكون يعني؟ فتون، بإذن الله نحن رح نلاقي لجواد، وإنتي وإختك لا ضلوا هيك. لؤي اتصل، بدنا شي كنزة من كنزات جواد لأنهم جابوا كلاب بوليسية. مايا، روحي جيبي شي كنزة من كنزات أخوكي جواد، يلا بسرعة. نزار، ممكن نلاقي؟ طبعا، بس انت اهدي وخليك قوية كمان، ماشي؟ أنا عم حاول أني أكون قوية، بس كرمالة لأمي ما تتركيها. يا الله، ليش هيك صار؟ كله صار بسببي، ما كان لازم اتركه لجواد. نبال، عم تحكي من عقلك انتي؟ بالله جواد بيعرف الطريق كتير منيح. ولو، بس ما لازم كان يبعد عني. نبال، مشان الله بيكفي، والله مو ناقصك. ما بعرف شو صار لي. Mm-hmm.
ليش حضرتك هون؟ انت بدك كل العالم مثلك؟ لك انا اخي ضايع. عاج عايدة ما تصرخي، امك موجوعة. ليش عم بيصير هيك؟ والله عايدة الحق معها، عدنان ما في حدا هون الا متضايق ع جواد، بس بدي افهم شلون انت بتفكر. ها شو امي، شايفكم كلكم صايرين ضدي، حتى انت من حقي اسأل مين بفوت وبيطلع على بيتي، هذا بيت ناس محترمين. عدنان خلينا ندور على جواد، لأنه إذا ضليت. طيب امشي معي. عدنان لوين؟ بدي غير ثيابي أمي، بتسمحي لي؟ شوف حالتنا شلون، محروق قلبنا وأنت مو فاضي إلا لحالك. ينحرق قلبك عن قريب، ووقتها ما رح تلاقي حدا حواليك فاضي لك. ما هيك عاصم؟ افتح تمك، ما بيصير تضل بلا أكل بعدين بتمرض. بدي أمي، خليني روح لعند أمي. بلا صوت مشان ما يسمعك الزلمة اللي واقف برا. شو يعني يسمعني؟ لا تنسى اللي ضايع بيكون ابن مراد وحفيدي الصغير. ايه وانا اصلا كان ناقصني حدا يزيد علي مصايبي، كرمال الله اللي فيني مكفيني. أمي انت قليلي شو اعمل وانا بعمل، ارحميني بقى، أنا تاركه لشغلي بس كرمالك أنتي. لما شفتك الصبح كيف كنت عم تحضر للحفلة تفاجأت كتير، قلت عدنان تغير، بس غلطت، أنت رح تضلك أنت، ما في شيء أبدا بيغيرك. أنا عطول منيح. أنا 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 إمتى بقى بدك تطلع من الأنانية اللي منسيتك اللي حواليك وعامية على قلبك؟ يا الله ما تقولي هيك. لكان يلا ورجيني شطارتك، ابن أخوك ضايع وإنت لازم تدور عليه وتلاقيه قبل ما يطلع الصبح وتجن أمه، أحسن ما أنت قاعد. من وقت ما كنت صغير وأنا مو عاجبك بنوب أمي، بعكس المدلل مراد. لو بدل هالحكي الفاضي بتجيب دكتور لمرت أخوك فتون، مو شايفة كيف تعبانة وما قدرانة توقف؟ طيب خلص رح شوف دكتور لحضرة المدللة. هاي عملته لعدنان، بس نحنا ما رح نسكت له أبداً، ولازم نحط له حدود. إذا كان ناوي يلعب معنا مقابل ابنه لمراد رح ناخد ابنه، بدنا هيك نربيه ونخليه يحترق مثل ما حرق قلبه لفتون، هو مو عارفان مع مين عم يلعب، بس رح نعرفه. بنتي أنا أكثر حدا حاسس بالنار اللي عم تغلي جوات قلبك الكبير، يلي مانا أم ما بتفهم هالشي ولا رح تفهمه. فتون لا تفقدي الأمل يا بنتي، وكوني قوية وخلي إحساسك يدلك ع ابنك ومكانه. جواد رح يرجع، اطمني أنت بس ادعي له.
ما كان لازم تترك فتون لحالها. أنا ما قدرت أقعد بالبيت، منظر فتون وجع لي قلبي، ولهلأ ما عم بقدر استوعب شلون ضاع الولد. والله وأنا مثلك، ما حكيت قدامها لفتون، بس كنا لقيناه من زمان لجواد لو خايف من الطهور. جواد! 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 طيب بلال، إذا صار شي خبرني. لاقوا؟ قلي لي شو قلك؟ ما لاقوا. يا ربي دخيلك، ليش هيك عم يصير معنا يا عائشة؟ ما عم بقدر أتحمل. يلا قومي خلينا نمشي. انتي شو عم تحكي نبال؟ ما سمعتي فرات شو قال؟ يعني انه جواد ممكن يجي لعنا؟ والله مزبوط، اصلا انا عقلي ما عاد جمع. اهدي شوي نبال، جواد اخرته يرجع. قلتي كون هادية كيف؟ انا لو ما تركته لجواد لحاله كان هو بيناتنا. يا ربي. عطيتها هلأ إبرة منوم، رح تهديها لفترة. شكراً دكتور. عليها العافية. آه يا أمي. إذا لزمك أي شيء قولي، ماشي يا روح قلبي؟ لعيوني. روقي، رح يلاقوه اليوم. يا أمي. روح قلبي، روق. أمي أخذوا جواب. روح يطول بالك، رح نلاقيه متأكدة. وين بده يروح يعني؟ كتر خيرك. سمعني منيح، بدي تراقبوا لي نبال، وعند الصبح بدي اياها. جواد! لك ليش هيك؟ ليش؟ بدي افهم ليش هيك عم يصير معنا؟ وين بده يكون راح يعني؟ جواد ضاع! عشو عم نتعاقب نحن نزار؟ بس قلي ليش كل هالمصايب لاحقتنا؟ بكفي بكفي! نحن حرام نعيش يعني لحظة مرتاحين؟ صارت حياتنا كلها مصايب وعذاب. يا ريت نلاقي، يا ريت يا ريت. عايدة بلا بكي. نزار نزار. فرات، شو طمني ابني؟ خالي شو لقيتو؟ لا لهلأ لسه الولد ضايع. شو نعمل يعني؟ ولد صغير ما عرف حدا ينتبه عليه منكم؟ طول بالك شوي بلال. خالتي؟ ستي؟ اتركوني خلاص. يا رب دخيلك ما يكون صاير له شيء هالولد. وين فتون؟ شو وضعه؟ كيف بدها تكون؟ جبنا للدكتور هلأ، ما هي عندها بالغرفة. نبال قومي، صار برد هون. مستحيل، أنا كتير مخنوقة، مو قدران يفوت لجوا، قلبي مثل النار. طيب رح أم جيب لك شي دفيكي معناتها. Ha ha ha.
جيبوا لي امي. فتون؟ فتون؟ شبهك فتون؟ عدي والله الولد قطع لي قلبي من جوا، ما نام كل الليل وهو عم يبكي بده أمه، خليه يروح لعند أهله بقى، أنتوا شو بدكن هلأ فيه؟ وأنا هيك عم أقول، نسيت إنك قبضت مصاري من الزلمة؟ أنت اهتمي بالولد وبلا حكي فاضي، أنا بحلها. جعت حبيبي؟ جيب لك أكل يا روحي، بدك تاكل مشان ما تمرض. ليش هيك عم تساوي؟ ما بقدر آخذ نفس. ليش ما بتقدر تاخذ نفس؟ قول. أنا بدي البخاخ لأتنفس. يا ربي، أنت مريض يا عمري، شو فيني أعمل لك هلا؟ لازم جيب لك البخاخ. لا